قلت لها لا والو والو بنتي، غير كنت ساهيه وصافي. المهم داك النهار يلا بغينا نمشيو في حالاتنا. قالت لنا الحاجه لا والو غادي تباتوا معنا اليوم حتى الغد ان شاء الله وسيو. من بعد ما كلشي نعس انا ما بغاش يديني نعس، وبقيت شاد كرسي وجالس في الجاده ديال الفيلا لينا حتى هي ما دارت نعس. كانت كطل من البالكون شافتني وهي تهبط لعندي. قالت لي مالك طالع عليك النعاس؟ قالت لي اسمح لي بزاف ديما مبسطينك معانا. قلت لها لا لا ما تقوليش هكا. قلت لها ما عرفتش شكون اللي يبغى يخطفك والشكا ما خايف على راسك. جاو البوليس ما بغيتش ديكلاري حتى شي واحد وعادي عندك. اه الى اليوم سلكات غطي يقدروا يخطفوك. قالت لي لا لا كون هاني انا ولفت، ماشي اول مره كيوقع لنا بحال هكا، ديما كيهجموا لنا العصابه هذه وانا عارفه شكون اللي مصيفطنا. الحاج تهامي هذا حيت ما كيحملنيش وعارفه باغي ينتقم مني. قلت لها كيفاش زعما هذا الحاج تهامي؟ ياك خدا ليكم مزقكم وخدا اسهم في الشركه، شنو مازال باقي باغي؟ بدات كتضحك وقالت لي قال لك سيدي كيبغيني وباغي يتزوج بيا، زعما السيد ما تيحشمش، خاول لينا فلوسنا وهو اللي مرض ليا با دابا حتى ولا مسافر باش يتعالج، وقال لك كيبغيني وباغي يتزوج بيا. قلت لها المهم شنو غادي ديري معاه دابا؟ لا حيت هادشي ما خاصوش يبقى بحال هكا، او كل مره غادي يخطفك علاش ما قلتيش للبوليس؟ قلتي حيت عارفه وما غادي يديروا معاه والو، عنده شي دراسه صحيحه، ديجا كنت ديكلايت وما صوت ما عنده حتى شي حاجه، داكشي علاش انا قررت ما نبقاش نديكلاي به باش نهار ندير شرعية دية ما نكونش انا هو العدو ديالو اللي معروف عند البوليس. قلت لها برافو عليك ما تبقايش ديكلاي به، غير خليه انا غادي نقرا لي البلان ديالو. قالت يا يوسف الله يخليك ما تدخلش في هادشي. قالت لي انا ميمكنش ليا نخرج لك انت على حياتك باش نعيش انا. قالت لي دونك انت خدام معايا خليك خدام معايا ولكن ما تدخلش في هاد الحوايج. قلت لها صافي كوني هانيه اللي بغيتي. صافي وقلبنا الهضره. قالت لي يلاه خليك دابا انا جاني الناس. قلت لها تصبحي على خير. الغد لي ديتها هي الخدمه، رجعت لعند توفيق للفيلا نجلس معاه شويه لقيته كيتحدث مع الحاجه. شافوني وما يقلبوا الهضره وانا فهمتهم. الحاجه بدات كتعيط على الخدامه جيبي الفطور لهشام. لا الحاجة فاطر شكرا. بقات جالسة معنا شوية وهي تنوض وانا نسول توفيق لي شنو كانت كتقول لك الحاجة؟ اه سولتني على كل صغيرة وكبيرة فيك ونزيدك واحد القضية خويا يوسف، واش عقلتي نهار قلت لك سير شوف شكون اللي جا سول عليك في الخيرية؟ قال لي اه عقلت. قلت لي هي اللي كانت مشات سولات. قلت لي ويلي واش بصح كدوي معقول؟ قال لي والله حتى كنهضر معاك معقول. يلاه قالت لي دابا قالت لي راه مشيت للخيرية فلان فلانية. قلت لها هي اللي كنا فيها حنا، وبقات جالسه مصدومه ويقول لي تقدر تكون زعما تي سكوت سكوت اش كتخابق عليا صاحبي؟ تي ميمكنش صاحبي. قال لي علاش ميمكنش؟ علاش علاش صاحبي؟ هي صاحبي كدوي على داك العامين اللي انت تزاديتي فيها تخطف لها هي ولا دونك تقدر تكون نتايا ما عرفتي شنو كاين. تي شوف قلب عليا الموضوع هذا مابقيتش باغي ندوي فيه الله يحفظك. قال لي صافي اللي بغيتي اخويا على خاطرك. عيطت عليا لينا وقالت لي جي عندي. هزيت الطوموبيل ومشيت لعندها ديريكت. عيطت لها قلت لها انا كي لتحت. قالت لي بلاصي الطوموبيل وطلع لعندي. داكشي اللي دات منين تمي طالع حدي وصلت حدا البيه وكنتلاقى مع داك الحاج تهامي وعيني باقا زاقا شاف فيا ويتم جي قاصدني. يلا كنت باغي نضربو ويش غوتيا. قالت لي بعد منو هو يوقف. قال لي شكون هو هذا؟ هو يدور ويشوف فيا. قال لي عقل مزيان على ديك الضربه اللي ضربتيني. قال لي غادي نربيك مزيان. قلت شوف الا قدرتي دير شي حاجه كننصحك ديرها بزاف حيت الا ما درتيهاش انا اللي غادي نديرها. بقى كيخنزر فيا وحده راسو ويزيد. قالت لي انا دخل تفضل. قالت لي غادي ندوز لك دابا بابا تهضر معاه شويه وهي تعطيني التليفون. كندوي معاه قال لي كيداير اولدي لاباس عليك؟ قلت لي لاباس الحاج الحمد لله. قال لي شكرا بزاف على داكشي اللي درتي مع بنتي، فيما ندوي مع الحاج تبقى تشكر فيك، ما عرفتش شنو درتي لهم. بديت كنضحك وقلت لي لا والو الحاج غير الخير ان شاء الله. قال لي والله يرضي عليك اولدي، نبغيك اولدي تحطهم في عينيك حتى نجي انايا. قلت لي كون هاني الحاج بحال كي نتايا. قال لي الله يرضي عليك يلا بالسلامه ودي انا غادي نقطع. لينا قالت لي كي جاك بابا؟ قلت لها ضيف بحالكم نتوما كاملين الله يعمرها دار. في الفيلا جات واحد المرا ديال النقاب وبدات كتصوني. حلات توفيق الباب. قالت لي واش كاينه الحاجه غيتها؟ قال لها اه كاينه. قالت لي عافاك كلم عليا. قال لها دخلي بعدا حيدي من الباب. دخلها وسد الباب. عيط على الخدامه وقال لها كلمي الحاجه لهاد السيده تشوف شنو بغات. خرجت عند الحاجه وبقات كتهضر معها. قالت لها داك السيده شوفي الحاجه انت ما غاديش تعرفين ولكن انا كنعرفك مزيان. الموت والحياه هذه في الدنيا
وانا ما بقى لي والو نموت، وجيت نعترف لك بشي حاجه وكنتمنى انك تغفري لي الذنب ديالي وتسمحي لي. غدا الحاجه قولي شنو خلعتيني؟ قلت لها من هنا 18 عام. قلت لها انتيا كنتي حامله، نهار كنتي غدا تولدي جا عندي واحد السيد سميتو التامي وكان خاطف ليا ولدي وهددني باش نخطف ليك ولدك او لي يقتل ليا ولدي. قال لي غتاخدي وتقتلي. انا مع الخلعه ومع الجهل قلت لي واخا واخا غير خلي ليا ولدي. وداكشي اللي درت غير ولدتي انتيا بقى عندك الدري. نهار الاول لبست اللبسه ديال صحابه الميناج ودخلت الغرفه وخديت لك الدري وديته لعندي. عيط لي التهامي قلت لي صافي يكون هاني راه قتلته، ولكن انا ما نقدرش نقتل دري صغير وفي نفس الوقت ما نقدرش نرجعو ليك. كون رجعتو لي كون قتل ليا ولدي. وولدك راه ديتو لواحد الخيريه، واحد الخيريه سميتها بيتي وراه مهلين فيه مزيان. قلت لها ماشي حشومه عليك، انتي ولدك خفتي عليه وانا اللي حرمتيني من ولدي دابا 19 عام، ماشي حشومه عليك. قلت لها انا ما نسمحش ليك حتى الغدا قدام الله، خرجي عليا دابا، خرجي عليا في حالاتك. غير خرجت هي وخرجت شدت راسها وبقات كتبكي، واول حاجه تفكرتها هو يوسف، وتفكرت التوحيمه اللي كانت فيه، وعرفت ان الشعور ديالها ما كانش غلط، وعرفت ان يوسف هو ولدها. لبست حويجه وبدات كتجري الخيريه ومشات عند المدير التازي وقالت ليه جبد لي الدوسي ديال يوسف، وبقات كتبحث فيه مزيان وتاكدت انه هو ولدها، حيت هو دخل في نفس هذيك البيريود اللي ولدت فيها هي، وان فيه نفس التوحيمه اللي كاين في ولدها الاخر. ومنين سولاتو على المراه اللي جابتها عطاها نفس المواصفات ديال المراه اللي جات لعندها. خرجت كتجري بالفرحه، رجعت للفيلا وما قالت لتا شي واحد شي حاجه، وبغات تخلي لي مفاجاه حتى يتجمعوا كاملين. وانا باقي كنهضر مع لينا في البيو ديالها وكندويو كيفاش نديرو حتى نتفكو من هاد المصيبه ديال تامي. بديت كنسول عليه فين ساكن هو، قالت يا يوسف راه قلت لك خليك بعيد على هاد السوق هذا، الله يجازيك بخير، الا وقعت لك شي حاجه بالسبب ديالك راه ما نقدرش نسامح راسي، دونك خليك بعيد من هادشي كامل. انت دابا خدام عندي انا، خليك معايا انا ونساعدك داكشي كامل. قلت لها انا غير سولتك وصافي. قالت يا نوض نوض يلا نمشيو نوض نوض راه جاني الجوع. مشينا ودخلنا للفيلا لقينا توفيق باقي جالس وكيلعب مع واحد الكلب. قال لي شتكم نسيتوني هنايا باقي ما ضبطتش ولا حتى شي عساس، صافي راه عييت على الملل. قالت ليه لينا سمح لينا بزاف كافصناك معنا، بقى لك غير اليوم، غدا ان شاء الله غادي تبدا معنا واحد الشركه ديال السيكوريتي وغتشد الفيلا كامله، وشكرا بزاف وسمح لينا. قال لا لا ما كاين حتى شي مشكل. طلعت هي وبقيت جالس كنهضر انا وياه. طلعت عليا الحاجه من البالكون وقالت لي يا يوسف طلع طلع بغيتك. طلعت لعندها قالت لي وايني داك الدابا نشوفها كي ولات. قلت لها لا لا الحمد لله بخير. قالت لي عرفت غير وايني نشوف. وريتها الدابا وهي كتشوف غير في التوحيمه، كتشوف فيها وكتبكي. قلت لها مالك ياك لاباس؟ قالت لي لا لا والو غير كنشوف. قالت لي المهم وجد راسك، نهار السبت غادي ندير واحد الحفله كبيره حيت الحاج غادي يجي هو ولدي سامير. قلت لها واش ضروري خاصني نكون حاضر؟ قالت لي انت اللي عليك كلشي. قلت لها كيفاش؟ قلت لها لا والو نسى صافي غير سير ترتاح دابا. وانا هابط في الدور تلاقيت مع لينا. قالت لي اش كدير هنايا؟ قلت لها كندوي مع الوالده ديالك. قالت لي باغا دير شي حفله ولا ما عرف شنو. يلاه كندوي معاها طلعت علينا الحاجه وقالت لها لينا وجدوا راسكم الحاج نهار السبت غادي يجي، وانا بغيت ندير واحد الحفله كبيره نستقبلهم فيها. قالت لها علاش يا ماما؟ ماما فاش كديرها زعما؟ قالت لها عندي شي خبار زوينه بزاف وانا فرحانه بزاف وبغيت نشاركها معكم نهار السبت، وبغيتكم كاملين تكونوا حاضرين. قالت لها صافي ماما كوني هاني انا غادي نوجد لك حفله تكون زوينه بزاف، انا غنعيط على التريتوري ويوجد كلشي. قالت لي لينا وجد راسك نهار السبت الصباح بكري باش نمشيو نجيبو الوالد وخويا سامير. قلت لها انا ديما موجود. قالت لي صافي سير ترتاح انت دابا. مشيت تهبطت وبقيت متكي حدا صاحبي توفيق وكنت حتى انا وياه. حنا كندويو وكنشوف الحاجه كتشوف فيا من البالكون، ما بغاتش تحيد عينيها علينا. شويه قالت لتوفيق توفيق حتى انت راك معوض نهار السبت، وعيط على صاحبكم خالد حتى هو، كلكم بغيتكم تكونوا حاضرين ان شاء الله. قال ان شاء الله خالتي. طار عندي واش شاف فيا؟ قال لي تاش واقع ياك ما غتخطب؟ قلت له والله ما عرفت حالي بحالك، راه من قبيله وياك تقول لنا حفله ما حفله ما عرفتش علاش. قالت لك حيت راجلها غادي يجي واقيلا من برا. قال مزيان خلينا نزادوا صاحبي. قلت لي واحد خالد شوخ به؟ قلت لي راجل جلس معايا شويه ومشى. عيطت لي واحد الشركه ديال السيكوريتي راه مشى خدام معاهم. قلت لي مزيان خليه الله يسهل عليه حتى هو ضعيف يستاهل. دازت يومين بزاف، نهار الجمعه في الليل جات عندي لينا قالت لي عندك تنسى؟
غدا مع السبعة ديال الصباح تكون فايق باش نمشيو نجيبو الوليد وخويا سامير. حتى الله يا ودي ما نقدرش نسى بحال هاد النهار، وماماك مسكينة موجودة حفلة على قبلهم. قالت لي راه توحشاتهم بزاف. قلت لها صافي كوني هانية، نغد لي مع السبعة ديال الصباح لغاتني فايق. هزيتها ومشينا للمطار. بقينا كنتسناو شوية، هو يبان لينا واحد راه جاي ومعاه ولو. مشات لينا كتجري وعند قالت باباها وقالت لي على سلامتك، وجاو سلموا عليا. قالت لي كنقدم لكم يوسف، هذا هو اللي عاودت لك عليه بابا. قال لي مشرفين ولدي، مرحبا بك. سلمت عليهم وهزيت معهم الباليزات وطلعت من الطوموبيل. دخلنا للفيلا لقينا الدقه المراكشيه والحاجه كتسنانا حدا الباب. الحاج ما فهم والو، قال لا علاش هادشي كامل، انا مولف ديما كنسافر وكنجي، عمرك ما درتي بحال هكا، علاش زعما درتي هاد المناسبه كامله. هاتي دخل ارتاح بعدا ومن بعد غادي تعرف. المهم دخلنا كلشي ناشط وكلشي كيشطح. خالد وتوفيق داولنا الشوهه الشطيح ديال المشاملين. المهم حتى تغدى كلشي، الحاجة وقفت وقالت لهم سمعوني عافاكم. قالت لهم هذا النهار هذا هو اجمل نهار عندي في حياتي. اول حاجه جا لي راجلي وولدي جاوا بخير وعلى خير، وثاني حاجه عندي لكم واحد مفاجاه واللي غادي تعجبكم كاملين، وهي تعيط على ولدها سامير. قالت لي ولدي اجي هنايا. وقف حداها شويه وهي تعيط عاوتاني يوسف. انا يا بقيت كنشوف في جناب ياك ما كاين شي واحد اخر كتعيط عليه. قالت لي يوسف انت اجي ولدي اجي عندي. وانا انت منايد ما فاهم والو. وقفتنا قدامها قالت لي نحيدوا هاد الفيسات وهاد القوامج بجوج. قلنا لا تاش كتقول الوالده. قالت لي ندويت معكم غير حيدوهم. سامير بدا كيحيد حتى انا بديت كنحيد. حيدنا القميجة وحيدنا لافيست، بقينا لابسين غير بيرات سماطي. قالت لي حتى هما حيدوهم. قال لها ولدها لا الحاجه زدتي فيه بزاف. قلت لها حتى انا والحاجه واش بغيتينا نتعلاو قدام الناس. قالت لنا غير تعلاو، انا بغيت نوري الناس كاملين. حيدنا بيرات سماطي بجوج. كلشي بدا كيتعجب، نفس التوحيمه اللي فيا انا كاينه في سامير.